حلمت أمي أنها أخذت من أمها المتوفية جلابيتين لونهم أحمر. أمي متزوجة 54 سنة غير سعيدة بحياتها. بس يعني هو دائما يقول اخذ الشيء من المتوفي هو خير له، بما انك انت بنتها فهو تعويض لها بحزنها او تعاستها بابنائها وذريتها، فعلى الاغلب انه ربنا سبحانه وتعالى يعوضها في بناتها واولادها خير عن التعب اللي هي تعبته او الصعوبات اللي مرت فيها، والله اعلم.